فيا ريت فعلا الواحد يخلي باله. بس خليني اقول لحضراتكم لسه اخبار كورونا معانا يعني، وهنا بنتابع التداعيات برضو المستمره واثرت على كل شيء بما فيها هنا كمان الملاعب. خبر عن تاجيل مباراه مانشستر سيتي ومضيفه ايفرتون اللي كانت مقرره امبارح الاثنين ضمن الجوله ال16 من الدوري الانجليزي الممتاز ده بسبب النتائج الايجابيه العديده بقى بفيروس كورونا في صفوف النادي. نادي سيتي قال النادي في بيان رسمي انه بناء على نصيحه طبيه مشدده قررت رابطه الدوري الانجليزي الممتاز وبعد استشاره الناديين ان تؤجل المباراه. بيحتل السيتي المركز السادس ب 26 نقطه بفارق 6 نقاط عن ليفربول حامل اللقب والمتصدر بعد 15 جولة. طيب من ناحية تانية كشف فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا عن ظهور 4 حالات إيجابية ده يوم عيد الميلاد يوم الكريسماس بتعود المدافع هنا كايل ووكر والجناح البرازيلي جابرييل جيزيس وعاملين أيضا من طواقم الفريق. وتابع كمان قال بعد الجولة الأخيرة من اختبارات كوفيد 19 تبين للنادي العديد من الحالات الإيجابية إضافة إلى الأربع التي ظهرت 4 حالات يعني التي ظهرت يوم عيد الميلاد. الحقيقة إن يعني إلى جانب كل السخافات اللي تسببت فيها يعني مسألة الكورونا طبعا كمان هي عاملة قلق كبير وصعوبة شديدة في اتخاذ قرار بخصوص مسألة عودة الجماهير للملاعب في الرياضات المختلفة. بالمناسبة حتى في أسبانيا وزير الرياضة الأسباني قال إن عودة الجماهير الآن لحضور منافسات كرة القدم وكرة السلة الاحترافية لن يكون قرار حكيم بأي حال من الأحوال ومن الأفضل أن ينتظر المشجعين لبعض الوقت. قال إن ده ليس بسبب إجراءات الأمن الصحي داخل الملاعب وإنما بسبب حركة الأشخاص الضخمة عبر الشوارع وفي مترو الأنفاق، وإن المشكلة الكبيرة بتكمن في التجمعات الناجمة عن عملية الذهاب والعودة من وإلى الصروح الرياضية والتجمعات الرياضية المختلفة قبل دخولها وبعد الخروج منها. قال كمان إن المعايير بتتعلق على الدوام بالجانب الصحي وإنه لن يكون وزير الرياضة هو من يحدد عودة الجمهور للمدرجات مرة أخرى ولا لا، وإنما وزير الصحة وقت توفر الضمانات على أنه نشاط آمن يمكن للناس حضوره. فعلا يعني على قد ما في مباريات مهمة كتيرة وفي يعني ملايين من عشاق كرة القدم اللي طول عمرهم متعودين يحضروا المباريات دي لايف في الاستاد، كل دول طبعا محرومين من هذا الأمر، ولكن يعني السلامة أولا وقبل أي حاجة. اتفق معاك جدا.